امبارح الرئيس اصدر عبد الفتاح السيسي قرار بتشكيل لجنه لدراسه مشروعات الدوله المتعثره برئاسه المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه والاستراتيجيه. ووفقا للقرار ده بتختص اللجنه بتحديد مشروعات الدوله المتعثره ودراسه اسباب تعثرها ودراسه تحديد الاسلوب الامثل لازاله هذا التعثر واستكمال هذه المشروعات بالتشاور مع الوزارات والمحافظات المختصه ومتابعه تنفيذ ايضا اجراءات ازاله التعثر والبث في المشكلات اللي بتتعرض لها. وبناء على ده هيتم تقييم نتائج وبعدها استكمال هذه المشروعات وتحديد مدى جدواها والاسلوب الامثل لتشغيلها. وهترفع اللجنه التوصيات لمجلس الوزراء متضمنه الاجراءات اللي هيتم اتخاذها لانهاء المشروعات المتعثره. خلينا ناخد تفاصيل اكتر عن الخبر ده واهميته مع زميلنا الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مصور الاستاذ احمد ايوب. برحب بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير حسام، صباح الخير على مشاهدينا الكرام. يعني الخبر ده خلينا نقول انه خبر مهم، لو حضرتك لديك ابعاد او ايضا تصور اللي ممكن ينتج عن ايضا تشكيل اللجنه المفترض ان هي تدرس مشروعات الدوله المتعثره. خلينا نقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الفكره كلها بتقوم على انه انت كدوله رئيس عبد الفتاح السيسي بيحاول بقدر الامكان منذ ان تولى الامور انه اي حاجه في البلد لازم يتم الاستفاده منها واستغلالها لصالح المواطن المصري. المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها دي في مشروعات من الثمانينات انفق عليها ملايين وربما يعني ما يقترب من مليارات وتعثرت لاسباب بسيطه جدا، اما قرار اداري توقف، اما خلاف ما بين وزاره ومحافظه، اما تعثر مالي وارقام كلها ممكن تبقى قليله مش كثيره. ف محتاجه الامور حد عنده ميكانيزم التحرك وعنده قدرة على انه يعني يقعد يوفق ما بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية ان يدرس الامور دي بشكل جدي وبشكل يكون صاحب قرار. عشان كده كان تم يعني حدود علمي تم اتخاذ قرار او اصدار قرار جمهوري 349 سنة 2017 بتشكيل هذه اللجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب، لانه بامانة هو رجل يتميز بهذه القدرات، قادر على اولا رجل عملي عارف كويس قوي الميدان في ايه، بينزل للشارع بيشوفه بيتابع بشكل جدي، عنده قدره على حل الازمات وحل المشاكل والخلافات. ويمكن انا ده عاصرته بنفسي في لجنه، يعني كان في لجنه اراضي الدوله، كان في بعض ثبت ان هناك في حوالي 14 مشروع متعثر، عايز اقول وكان الخلاف كله ما بين وزاره الري ووزاره الزراعه بعضهم منذ 1992 و91. في جلستين من ال 14 مشروع اللي متعثرين دي لهم 20 سنه، في جلستين تم انهاء 11 انهاء تعثر 11 مشروع وبداوا فعلا اجراءات تشغيلهم. تخيل جلستين فقط، يعني في جلستين فقط والله. وتلاقي مثلا المشروعات دي كان بقى لها سنين وبتضيع على الدوله مثلا، انا عايز اقول لحضرتك مشروعات ممكن مشروعات كان بينفق عليها مليار وتتعثر عشان 10 مليون ولا 20 مليون. احنا يعني اتكلمنا يمكن في الموضوع ده كمان قبل كده. بالظبط، تم في جلستين رئاسة المهندس ابراهيم محلب انهاء المشاكل وتوفيق الاوضاع وازاله الخلافات، وبالتالي وكان المشكله ايه؟ ان في حد ياخد قرار بس مش اكتر من كده، ان حد يجيب الجهتين المختلفتين ويقعد يقول لهم لا دي انت اللي هتعملها ودي انت اللي هتعملها وانت اللي هتدفع الفلوس ديت لان الفلوس دي عليك فعلا، وبالتالي تنتهي الامور كلها. لانه برضه عشان ما نظلمش بعض الجهات، في بعض الجهات بتبقى التخوف ان عندك جهات رقابيه يقول لك انت دفعت لي ال 2 مليون دول او ال 10 مليون ده مش المفروض تدفعهم، ده اهدار للمال العام، فكان محتاج حد ياخد قرار. انت بتتكلم على مشروعات كتير متعثره، يعني ربما تفوق ال 200 مشروع متعثر وبعضهم. تدينا امثله كده يا استاذ احمد لو حضرتك عندك برضه خلفيه. انا ما عنديش امثله طبعا. لانه كمان خلي بالك يمكن حدود علمي انه اللجنه نفسها دعت الجهات المختلفه ان كل جهه تقدم ما لديها من مشروعات. هي عملت اجتماع بالمناسبه، اللجنه عملت اول اجتماع الاثنين الماضي وبدات تتحرك في حصر المشروعات المتعثره وعمل قاعده، ودي اهم حاجه. وده على فكره احد الحاجات اللي بيتميز بها المنطق المحلي، انه ما يحبش يشتغل، يمكن نتيجه عملي معاه كمتحدث اعلامي في او متحدث باسم لجنه استرداد اراضي الدوله، انه ما يحبش ياخد خطوه من غير معلومه. كل خطوه لازم يبقى عنده المعلومات وعنده قاعده البيانات المتاحه الكامله عشان يقدر يتحرك. عشان كده اول اجتماع تم الاتفاق على
تأسيس قاعدة بيانات بمشروعات الدولة المتعثرة، وطالب هيطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات تقديم لديه من معلومات عن هذه المشروعات. أيضا سوف تطلب التقارير الموجودة لدى الوزارات والمحافظات المعنية، وكمان حتى لدى الرقابة الإدارية ما لديها من تقارير عن المشروعات المتعثرة، عشان تتعامل قاعدة بيانات موحدة، يبقى عندك رقم واحد للمشروعات المتعثرة، وكل مشروع معروف إيه تفاصيله من أول ما بدأ في أول يوم لغاية الوضع النهاردة، وما هو المطلوب. دي أول حاجة تتعامل قاعدة البيانات. رقم اثنين، تبتتكلم على تقريبا ما بين 9 وزارات ل14 محافظة، هم اللي فيه بينهم بعض مشروعات متعثرة أو محتاجين بعض القرارات. كل هؤلاء هيكونوا موجودين في اللجنة الممثلة هذه الوزارات بما فيها أعلى درجة في الوزارة اللي هو الوزير، علشان يبقى القرار واحد، وده المهم جدا. وخلي بال حضرتك لما تبص على اللجنة الواحد والإنجاز، يعني مستنى بقى ترفع تقرير ويستنى يردوا عليك، وانت عارف حركة الآلية المصرية. يمكن من الحاجات اللي أنا اللي استفدتها فعلا حتى مع المتصورين في عمله، إنه ما بياخدش قرار ويسيبه، لا، القرار ده اتاخد هيتنفذ خلال أنت أسبوعين، لا أسبوع، وهتابعه الأسبوع الجاي وأشوف إيه اللي حصل فيه، وخلال الأسبوع بيعمل اتصالاته وبيتابع بنفسه ويبعت حد يشوف، علشان وممكن ينزل هو بنفسه علشان يعرف تنفيذ القرار تم فيه إيه وخطواته. يمكن لما تبص حتى على تشكيل اللجنة يا أستاذ حسام هتلاقي إنه في رغبة رئاسية في إن المشروعات دي مش مجرد بس إنك بتعمل لجنة، لا، ده انت بتعمل لجنة فاعلة صاحبة قرار، أعضاءها عندهم رؤية، عندهم قدرة على التمييز، عندهم قدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة، عندهم قدرة على الدراسة والتحليل. بص على المهندس إبراهيم مهلب مساعد الرئيس، بص على مستشار رئيس لمكافحة الفساد، زي ما حضرتك قلت الناس لديها القدرة على حسم الأمور، وبالتالي ننجز ونسرع. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد أيوب، رئيس تحرير المصور والكاتب الصحفي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.